السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. قبل ما نبدا معكم الوصفه بغيت نقول لكم شكرا على التشجيع ديالكم بالنسبه للناس اللي متابعيني، ونتمنى اذا عجبتكم لا فيديو تبارطاجيوها مع صحاباتكم وتخليوا لي واحد اللايك و دي كومونتير باش هكا يكون تفاعل في القناه ان شاء الله، باش يوليو الوصفات ديالي يبانوا ان شاء الله باذن الله. هذا طلب لكم فضلا وليس امرا الناس اللي شافوا هذا الفيديو. بالنسبه للوصفه ديال اليوم البنات، انا جيتكم بواحد التحليه اللي هي سهله جدا، هي معروفه كنبدلوا فيها غير الفاكهه، ممكن نستعملوا بلاصتها اي نوع اخر من الفاكهه. كما كنعرفوا كاينين دابا فواكه موسميه اللي هما دغيا كيخسروا، بحال الخوخ، بحال يعني اي فاكهه تفضلناها وبغينا نديروا بها التحليه هذه فممكن جدا. بالنسبه للمقادير، غادي يكون عندنا ان شاء الله نصف لتر من الحليب، نص لتر ديال الحليب، ممكن نستعملوا اي نوع من الحليب متوفر عندنا. وعندي هنايا واحد ثلاثه الحبات او الاربعه على حسب الحجم ديالهم ديال الخوخ. كما كتشوفوا عندي الخوخ راه طايب مزيان فكنستغلوه في التحليه بحال هادي. عندي جوج معالق ونص ديال مايزينا او لا نشا الذره، وعندي جوج معالق ونص ديال سنيده او لا السكر الخشن، يعني سكر سمول، على حسب الرغبه او على حسب الذوق. ممكن نزيدو على هاد جوج معالق كبار او لا ممكن نقصو. وعندي اختياري واحد ساشي بنكهه الفاني، ممكن نستغناو عليه لانني غادي نضيف شويه ديال الكراميل. اذا هذه هي الوصفه، غادي نطحن معكم هذا الخوخ مع الحليب ونرجع ان شاء الله. اذا كما لاحظتوا معايا انني صفيت هذا العصير هذا ديال الخوخ مع الحليب باش هكا ما يبقاش عندي امور اللي هي باينه. الا بانت شي حاجه يعني القشور ماشي مشكل، ولكن غير باش يكون عندنا واحد الخليط اللي هو متجانس. غادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني كما قلت لكم اختياري، وغادي نزيد السكر اللي عندي، وغادي نزيد جوج معالق كبار ونص ديال المايزينا، ونخلط كلشي بالفوي مزيان. صافي غادي نديرو فوق النار يغلى ليا ويعقد ان شاء الله. ودابا غادي نمونطي معكم الديسير ديالي. انا قلت لكم بثلاث مكونات فقط، يعني الخوخ ومايزينا والحليب هما الاساس. بالنسبه للسكر راه كاين في كل بيت بطبيعه الحال، صوص كراميل حتى هي اختياريه ماشي شي حاجه اللي ضروريه، ممكن تستغنوا عليها تماما، ممكن ديروا الجاهزه الى عندكم. على فكره البنات، انا هاد صوص كراميل راه هي اللي وجدت بها الحلوه ديال العيد، وشط ليا وخليتها في هذا الكاس هذا. ممكن تخليوها في شي بطه اللي كتغلق مزيان، غطيتها بابي سولفيريزي مزيان ودرتها في البلاستيك ديال المجمد ودخلتها للفريغو. ملي خرجتها بطبيعه الحال كتكون عاقده ومجمده. شنو درت ليها؟ درتها في كاسرول فيه الماء هكا سخون وخليتها تطبخ شويه مع راسها، وها هي ولات جاريه عاوتاني على مزيناتها. سو كيفي حتى حاجه ما كتضيع. وصوص كراميل ممكن ديروها مره واحده وتوقفوا عليها، تقسموها كميه وتخليوها في المجمد اذا احتاجيتوها. بالنسبه لهنايا البنات، راني غنزيد شويه ديال التفاح غير اختياري، لان انا كيعجبني المذاق ديال الخوخ مع التفاح، فغادي ندير شويه من الوسط. هذه نورمالمون تحليه ديال الخوخ، يعني ماشي بالضروره يكون فيها التفاح نهائيا. غير باش نتلاقاو مع شي ديسير هكا من الوسط، ممكن تزيدوا نيت الخوخ
انا حيت عندي الخوخ طيب ما عنديش طريفات بحال هكا، الخوخ طيب مزيان فمع الصد ما غاديش يجيني هكا طريفات، اما سينو غادي ندير طريفات ديال الخوخ هنا من الوسط باش بحال ان غابيل للديسير اللي وجدنا. نجيب شي معلقه باش ندير الديسير من الفوق، هذا الخليط اللي عندي من الفوق، شي حاجه اللي هي بسيطه ولكن في المذاق ديالها كتجي زوينه بزاف. كما قلت لكم ممكن نديرو طريفات ديال الخوخ، وممكن جدا نديرو الديسير كاريمون بالتفاح مثلا، يعني عوض ما ندير الخوخ نعوضوه بالتفاح. كتجي تحليه بسيطه ولكن بنينه بزاف. غادي نكمل بحال هكا وغادي ندخلها المجمد على الاقل واحد 3 ديال الساعات، ميم با دغيا حيت مع مايزينا اولا نشا الذره دغيا كتشد. اذا ها هي التحليه ديالي البنات كيفاش كتجي في المنظر، فهي جميله وحتى في المذاق صراحه، حيت انا ديما كنديرها كنبدل غير الفاكهه، ممكن كما قلت لكم ديروها باي نوع من الفاكهه عندكم. ها هي والله الا تيقوني جات فريمون لذيذه لذيذه بزاف. وكما قلت لكم ممكن تلعبوا بالفاكهه اللي بغيتوا ديروها عوض الخوخ، وممكن تخليوها غير هكاك يعني بلا كراميل. انا حيت من عشاق الكراميل زدت هاد اللمسه هادي ديال الكراميل، كتجي واحد كتعطي واحد المذاق جميل. وبالنسبه للفوق انا زينت غير هكا باش نكسر هاد اللون الاصفر، درت شويه ديال الشوكولا من الفوق، ممكن تخليوه غير هكاك، المهم انها رائعه المذاق. خليتها غير نصف ساعه تقريبا في الثلاجه، ممكن اذا بغيتوها تماسك اكثر ديروها اكثر يعني لوقت اكثر في الثلاجه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم تهلاو فراسكم والى فيديو قادمه ان شاء الله.